السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الحمل بدون زواج في المنام تدل على الوقوع في مشاكل والخلافات، وعندما ترى الفتاة العذباء أنها حامل وتلد بدون زواج في الحلم، فهذا يدل على انتهاك كرب ومحنة بعد شقاء منها. ورؤية الحمل والإجهاض بدون زواج في المنام للعذباء يدل على الوقوع في الشدائد، ويشير رؤية البطن الكبيرة بسبب الحمل غير الشرعي في الحمل للعذباء إلى هموم وقلق كبير في حياتها. الحمل ببطن كبير في المنام للعذباء يدل على التعب الشديد، وإذا رأت الفتاة العذباء أنها حامل وتخفي بطنها في الحلم فهذا يدل على كتم الأسرار، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العذباء أنها حامل من خطيبها في الحلم فهذا يدل على الخوض في المحرمات معه، ورؤية الحمل من الخطيب والإجهاض في المنام للعذباء يدل على ضرور العراقيل أمام هذا الزواج. إذا رأت فتاة العذباء أنها حامل من أخيها في الحلم فهذا يدل على الهم الذي يأتيها من جهته، ورؤية الحمل من الأب في المنام للعذباء يدل على تحملها للمسؤوليات والأعباء. رؤية الحمل بولد من شخص غير معروف في الحلم للعذباء يدل على عدم الاستقرار في العيش، وإذا رأت الفتاة العذباء أنها حامل بولد من شخص تعرفه في المنام فهذا يدل على الضرر الذي يسببه لها. رؤية الحمل ببنت من الحبيب في الحلم للعذباء دل على صعوبات الارتباط به، وإذا رأت الفتاة العذباء أنها حامل ببنت من شخص تعرفه في المنام فهذا يدل على الخوض في فتنة معه. رؤية الحمل بالشهر التاسع وعلى وشك الولادة في المنام للعذباء دل على الفرج القريب بعد الضيق، وتشير رؤية الحمل بالشهر التاسع وشعورها بالمخاض في الحلم للعذباء إلى النجاة بعد التعب الطويل. الحمل وإجهاض الولادة في المنام للعذباء يدل على الهموم الغالبة، وإذا رأت الفتاة العذباء أنها حامل وأجهضت بنتا في الحلم فهذا يدل على اليأس الشديد. أما رؤية الأخت العذباء حامل في المنام فهذا يدل على كبر همومها، ومن رأى ابنته العذباء حامل في الحلم فهذا يدل على تحملها لمسؤوليات تفوق طاقتها، والله أعلم. أتمنى أن ينال التفسير إعجابكم. إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله.